السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الخوارج، وهنعرف مين هم الخوارج، ظهروا امتى وازاي وفين، وقصتهم مع التحكيم اللي حصل بعد معركة صفين بين علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان، وليه قالوا ان علي بن ابي طالب كافر، وازاي يتعامل معاهم الامام علي بن ابي طالب. وهنتكلم عن معركة النهروان والنخيلة، وازاي قدر الامام علي ان يهزمهم لدرجة انه ما تبقاش منهم غير 8 بس، وإيه كانت خطتهم علشان يقتلوا عمرو بن العاص في مصر، ومعاوية ابن أبي سفيان في الشام، وعلي ابن أبي طالب في الكوفة رضي الله عنهم أجمعين. وهنعرف مين اللي قتل علي ابن أبي طالب، وقال إيه بعد ما قتله، وإيه اللي حصل للخوارج بعد استشهاد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وتفاصيل تانية كتير. بس بسرعة كده اشترك في القناة وفعل زر الجرس وأحلى كوباية شاي وركز معايا. احنا دلوقتي في زمن الخلافة الراشدة، وبالتحديد في عهد الخليفة عثمان ابن عفان في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. مجموعة من الناس محاصرين بيت الخليفة، والناس دول مش من مكان واحد، لا دول من اكتر من مكان، من البصرة والكوفة ومصر، وكانوا بيطالبوا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه انه يترك الخلافة ويجي خليفة غيره، لانهم كانوا متهمينه في اكتر من تهمة، حوالي 20 تهمة، منها مثلا انه حرق القرآن، وانه كمان كان بيعين قرايبه في الخلافة وغيرها. لكن طبعا التهم دي كلها غلط، واستمروا محاصرين بيت الخليفة لحد ما قتلوه في موقعة الدار اللي كانت في المدينة عام 35 هجريا الموافق 656 ميلاديا، وهو بيقرأ القرآن. ولما السيدة نائلة زوجته حاولت تدافع عنه، فحطت ايدها علشان تحميه من السيف، فتقطعت صوابعها وجزء من ايدها، فراحت خدت القميص بتاع عثمان بن عفان اللي عليه الدم بتاعه وكمان أصابعها، وبعتتهم للشام عند معاوية اللي كان والي الشام وقتها، لأن طبعا معاوية وعثمان من بني أمية. وهنا معاوية بن أبي سفيان أقسم أنه ينتقم ويأخذ الثأر من قتلة الخليفة عثمان بن عفان. ونرجع للمدينة، اتجمع الناس وبايعوا علي بن أبي طالب علشان يكون هو الخليفة. في البداية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه رفض أن يكون الخليفة، لكن الصحابة تجمعوا وقالوا لو أنت ما بقيتش الخليفة، الناس اللي قتلوا عثمان واللي كانوا مسيطرين على المدينة وقتها وكان عددهم كبير هيختاروا خليفة منهم. في الوقت ده علي بن أبي طالب وافق أن يكون الخليفة، لكن معاوية في الشام رفض أنه يبايع علي، يعني ما وافقش أنه يكون هو الخليفة غير لما يأخذ الثأر من قتلة عثمان بن عفان. كان رأي الإمام علي بن أبي طالب أنه فعلا هيأخذ الثأر من قتلة عثمان بن عفان، لكن لما أمور الدولة تستقر، وخاصة أن الناس دي اللي قتلوا عثمان بن عفان مسيطرين على المدينة وأعدادهم كبيرة، فشاف أن الأمور تستقر الأول وبعد كده هيأخذ الثأر من قتلة عثمان بن عفان. وهنا يحصل الخلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وتحصل معركة صفين، ودي مكانها على الحدود بين العراق والشام عام 37 هجريا الموافق 657 ميلاديا. وكان موجود في جيش علي بن ابي طالب مجموعه كبيره من اللي حافظين القران، ومعروف عنهم انهم بيصلوا ويصوموا، وكمان فرسان شجعان جدا، لكن مش بيهتموا بالعلم والفقه. وهنا كانت المصيبه، لانهم كانوا بيفسروا ايات القران بدماغهم هم وبتفكيرهم، وكان عددهم 6000، وفي روايه تانية ان عددهم كان 8000. المهم تبدا معركه صفين، وكان علي بن أبي طالب قرب ينتصر على معاوية، وهنا عمرو بن العاص يفكر في حيلة، فطلب من معاوية أنه يأمر الجنود بتوعه أنهم يرفعوا المصاحف على الرماح، وطلبوا بوقف القتال وأن يتم التحكيم بالقرآن. طبعا علي بن أبي طالب مش هتعدى عليه حيلة زي دي، لأن طبعا علي معروف عنه الذكاء والعلم، فقال لهم استمروا في القتال ومحدش يوقف. وهنا يظهر القراء ويقولوا له يا علي أنت إزاي ما تحكمش القرآن وما تحكمش كتاب ربنا؟ فقال لهم يا جماعة دي حيلة، هم عشان عرفوا انهم خلاص رايحين يتهزموا فبيعملوا الحيلة دي. قالوا له لا ما ينفعش، لازم تحكم كتاب الله. فاضطر الامام علي انه يقبل التحكيم بينه وبين معاوية ابن ابي سفيان، واتفقوا على ان بعد 8 شهور هيتجمع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويختاروا خليفة، سواء علي ابن ابي طالب او معاوية ابن ابي سفيان او اي حد غيرهم. ويرجع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه للكوفة، وبعد ما قبل التحكيم اتجمع القراء وقالوا نفسهم احنا ايه اللي عملناه ده؟ ازاي خلينا الخليفة يرضى بالتحكيم؟ هو كان بيقاتل علشان الدين، والدين ما يحكمش فيه البشر. وهنا تظهر جملتهم المشهورة ان الحكم الا لله،
طبعا قالوا احنا كده خلاص كفرنا، يبقى لازم نتوب ونشهد الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وراحوا لعلي ابن ابي طالب وقالوا له انت لازم ترفض التحكيم ونرجع نقاتل معاوية ابن ابي سفيان، علشان احنا عرفنا ان احنا اخطأنا وكفرنا، بس توبنا خلاص وشهدنا الشهادتين، وانت برضو كفرت فلازم تتوب وتشهد الشهادتين. فعلي ابن ابي طالب قال لهم انا والله ما كفرتش. قالوا لا كفرت، واحنا مش هنمشي ورا واحد كافر. فراحوا سابوا جيش علي ابن ابي طالب وراحوا يعيشوا في حتة اسمها حروراء، ومن هنا اتسموا بالحرورية علشان المنطقة اللي راحوا سكنوا فيها، واتسموا برضو بالخوارج لانهم خرجوا من جيش علي ابن ابي طالب وجماعة المسلمين. وبدأت توصل الأخبار لعلي بن أبي طالب في الكوفة إن الخوارج اختاروا واحد علشان يصلي بيهم وواحد تاني علشان يكون القائد بتاعهم، وبكده يعتبروا انفصلوا عن المسلمين. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعت لهم الصحابي عبد الله بن العباس رضي الله عنهما علشان يتناقش معاهم ويناظرهم. وفعلا وصل عبد الله بن العباس لحروراء وبدأت المناظرة، وقدر ينتصر عليهم في المناظرة ويثبت لهم إنهم كل كلامهم ده غلط في غلط. فعدد كبير منهم رجع للكوفة، لكن بعد شوية يرجع الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وبين الخوارج، لأنهم كانوا فاكرين أن علي بن أبي طالب خلاص تاب وحيرجع عن التحكيم، لدرجة أن علي بن أبي طالب كان بيخطب على المنبر في الكوفة، وأثناء الخطبة مجموعة من الخوارج قاعدوا يقولوا أن الحكم إلا لله، فقال لهم الإمام علي قولة حق أريد بها باطل، لأنهم فعلا كانوا بيفسروا آيات القرآن بتفكيرهم هم، ودي كانت المصيبة. المهم الإمام علي رضي الله عنه وارضاه قال لهم أنتوا ليكم عندنا ثلاث حاجات، ان احنا مش هنمنعكم تصلوا في المساجد، دي اول حاجه. تاني حاجه مش هنمنعكم من الفيء، وده نوع من انواع الغنائم اللي بياخدها المسلمين من الناس اللي مش مسلمين من غير قتال. والحاجه الثالثه ان احنا مش هنقاتلكم غير لو انتوا بداتوا بالقتال. والامام علي عمل كده علشان يحقن دماء المسلمين، والمفروض كده خلاص الحاجات دي ترضيهم، لكن هم برضو راحوا بعتوا للناس اللي تبعهم في البصره وقالوا احنا مش هنقعد تاني في الكوفه، وراحوا يقعدوا في منطقه اسمها النهروان، ودي منطقة موجودة في العراق بين بغداد وحلوان. وفي يوم من الأيام قابلوا صحابي عبد الله بن خباب وكان معاه مراته، فقالوا له ايه رأيك في أبو بكر وعمر وعثمان؟ فالراجل طبعا شكر فيهم، فقالوا له طب ايه رأيك في التحكيم اللي حصل بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان؟ فقال لهم ان علي بن أبي طالب أعلم بكتاب الله مني ومنكم. فراحوا مسكوه وربطوه، فمراته بتصرخ قال لها ما تخافيش دول مسلمين وحافظين كتاب الله واحنا مسلمين زيهم وعمرهم ما هيزونا. لكن فجأة راحوا دبحوه وقعدوا يقولوا الله أكبر، وكمان مسكوا مراته اللي كانت حامل وفتحوا بطنها. فوصلت الأخبار دي لعلي بن أبي طالب في الكوفة، فراح علي بن أبي طالب بعت للخوارج وقال لهم سلموا للي قتلوا. فقالوا له ازاي نسلمك اللي قتلوا واحنا كلنا قتلة؟ فالإمام علي رضي الله عنه وارضاه جمع الجيش وراح اتقابل مع الخوارج عند نهر النهروان، فراح بعت لهم رسول وقال لهم ارجعوا وسلموا للقتلة وبلاش قتال. فتخيل يعملوا ايه، راح مسكوا الرسول بتاع علي بن ابي طالب وقتلوه. لكن الخوارج لما شافوا ان جيش علي بن ابي طالب كبير كان هم 4000، فانسحب منهم حوالي 3000 واللي اتبقى حوالي 1000 بس. وبرغم من قله عددهم الا ان علي بن ابي طالب ما كانش عايز يسفك الدماء، وكان نفسه انهم ينسحبوا وياخدوا بعضهم ويمشوا، لكن فجاه القائد بتاعهم عبد الله بن وهب يؤمر بالهجوم، وهنا تحصل معركه النهروان عام 38 هجريا الموافق 658 ميلاديا. والغريب ان الناس دي كانت بتقاتل بحماسه شديده جدا، يعني سبحان الله بيهاجموا وهم حوالي 1000 على جيش مكون من عشرات الالاف. وهما بيهجموا كانوا بيقولوا لا حكم الا لله، الرواح الرواح الى الجنه. كانت خطة علي بن ابي طالب ان الجيش هيتراجع ويتقسم نصين، فالخوارج حسوا انهم رايحين ينتصروا، لكن فجاه السهام بدات تصيد فيهم واحد ورا الثاني، لدرجه انهم كلهم ماتوا ما تبقاش منهم غير 8 بس، واللي استشهد من جيش علي رضي الله عنه وارضاه 9 شهداء. بس طبعا مش كل الخوارج كانوا في النهروان، فتجمع الخوارج اللي كانوا في الكوفه وقالوا احنا ازاي ما خرجناش معاهم، وبقوا يلوموا نفسهم. وكمان الخوارج اللي انسحبوا من المعركة، فراحوا جمعوا نفسهم وراحوا عند منطقة اسمها النخيلة، فبعت لهم الإمام علي وقال لهم بلاش قتال، لكن هم برضو أصروا على القتال وبدأت معركة النخيلة. فانتصر عليهم علي بن أبي طالب انتصار ساحق، لدرجة إن ما تبقاش منهم غير 5 بس، بس الخوارج دول كل ما تقضى عليهم بيظهروا مرة تانية، والمرة دي ظهروا بقيادة واحد اسمه الخريت بن راشد الناجي، وكان عددهم حوالي 300 واحد. الإمام علي قال لهم خلاص نجيب القرآن ونعمل مناظرة، لكنهم رفضوا. وفي يوم من الأيام قابلوا واحد مسيحي كان لسه داخل الإسلام جديد، فقالوا له إيه رأيك في التحكيم اللي حصل بين معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب بعد معركة الصفين؟ فقال لهم أنا مش عرفني بالتحكيم، أنا لسه داخل الإسلام جديد.
فقالوا له طيب علي بن أبي طالب ده كافر. قال لهم إزاي خليفة المسلمين كافر؟ فرحوا مسكوه وقتلوه. فوصلت الأخبار دي لعلي بن أبي طالب في الكوفة، فبعت لهم جيش، وقائد الجيش طلب منهم يسلموا له القاتل، فرفضوا، وتحصل المعركة ويتهزم الخوارج وياخدوا بعضهم ويهربوا. ويروح زياد قائد الجيش بتاع علي بن أبي طالب للبصرة علشان يعالج الجرحى، وتجمع ثلاثة من أشد الخوارج وهم عبد الرحمن بن ملجم والبراك بن عبد الله وعمر بن بكر، وبدأوا يفتكروا بقى أصحابهم اللي كانوا في النهروان واللي كانوا في النخيلة، وخدوا قرار من غير ما يقولوا لأي حد، وهو أنهم يقتلوا علي ومعاوية وعمر بن العاص في وقت واحد وفي نفس الميعاد. فقالوا يبقى احنا كده ريحنا الدنيا منهم وأخذنا الثأر لأصحابنا اللي ماتوا في النهروان. فعبد الرحمن بن ملجم قال أنا هقتل علي في الكوفة، والبراك بن عبد الله قال وأنا هقتل معاوية في الشام، وعمر بن بكر قال أنا هقتل عمرو بن العاص في مصر. والغريب أن عبد الرحمن بن ملجم ده كان بيقول لواحد من اللي هيساعدوه إحنا لو قتلناهم يبقى أخذنا بثأر أصحابنا، ولو ما قدرناش فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، يعني تفكير غريب جدا. في مصر عمرو بن العاص تعب وما راحش يصلي الفجر، وبعت النائب بتاعه خارج السهمي علشان يصلي بالمسلمين، فهجم عليه عمرو بن بكر، وكان فاكر ان ده عمرو بن العاص، لكن بص كده لقيه مش عمرو بن العاص، ده خارج السهمي، فراح قال المقولة الشهيرة بتاعته أردت عمرا وأراد الله خارجا، فمسكوه وقتلوه، ونروح دلوقتي على الشام. هجم البراك على معاوية بن أبي سفيان لكن أصابه وما قتلهوش، فالحرس بتوع معاوية قبضوا عليه وقتلوه. أما في الكوفة فأول ما علي بن أبي طالب دخل الجامع وبيقول الصلاة الصلاة، راح عبد الرحمن بن ملجم هجم عليه وضربه على رأسه بالسيف، فقال الإمام علي فزت ورب الكعبة. أما عبد الرحمن بن ملجم فقال ما الحكم إلا لله، ليس لك يا علي. فقبضوا عليه، ومات الفارس الشجاع العالم والفقيه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، واتدفن في الكوفة عام 40 هجريا الموافق 661 ميلاديا. وبعد استشهاد الإمام علي استمر الخوارج يعملوا ثورات وثورات قوية فعهد الدولة الأموية، لكن الدولة الأموية كانت بتهزمهم وتقضي على ثورتهم، وخاصة أن كان موجود المهلب بن أبي صفرة والحجاج بن يوسف الثقفي، ودول قضوا على عدد كبير جدا من الخوارج، لكن برضو الخوارج أضعفوا الدولة الأموية بسبب الثورات بتاعتهم، بس برضو الدولة الأموية قضت على عدد كبير جدا منهم، وبالتالي في عهد الدولة العباسية كان الخوارج ضعفوا وما بقوش زي الأول، لكن برضو أفكارهم موجودة لحد الآن. شاركونا برأيكم في التعليقات، وقولنا عايزين الفيديو اللي جاي يكون عن إيه، وهنزل بإذن الله التعليقات دي في نهاية الفيديو اللي جاي. ولو شايفين الفيديو ده أضاف لكم معلومة جديدة، اعملوا إعجاب للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.